نسبة الفائدة تاع القرض اللي خذ المجلس مدير الدار البيضاء تترتفع من يعني من فترة إلى فترة، كيفاش تشوف الأمر؟ وهو أولا التجاء القروض هي سياسة خاطئة بالنسبة لي، لأن مدينة الدار البيضاء ما يمكنش نرهنوا الأجيال المقبلة كل مرة بقرض باش نحلوا مشكل آني، ولكن نزيدوا نفاطموا مشكلة الميزانية ديال مدينة الدار البيضاء اللي هي ميزانية محدودة، ونبقاو دائما كل من يوقع لنا إشكال مالي نلتجئوا للحل السهل هو القروض، والحال أن عندنا أمور أخرى في الدار البيضاء اللي ممكن نلتجئوا لها باش نحلوا هذا الجانب ديال الميزانية بصفة نهائية. كنعرفوا أن مداخل كثيرة على مستوى المستحقات الضريبية ديال ودير الناس الكبار ماشي بضرورة المحلات الصغرى اللي ما كتستخلصش، كذلك أن ممتلكات الدار البيضاء هي كبيرة جدا ومستغلة بشكل عشوائي ومن واحد الفئة قليلة اللي مسيطرة على ممتلكات ديال الدار البيضاء. لو اهتمينا بهذا المجال كان ممكن نستخلصوا أموال طائلة المدينة الدار البيضاء لنفسوا بها الميزانية ديال المدينة ونتجنبوا مسألة القروض. وانتم كتشوفوا الآن بأن القرض ديال البنك الدولي لكل شيء كان كيحتفل به وكيقول بأن قرض واحد النسبة ديال الفائدة ضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة، كل شيء كان كيبشر به. الآن كتبان الأخطاء اللي دارت في تدبير هذا القرض هو أن القرض متحرك وماشي ثابت، وبالتالي الارتفاع الأسعار اللي كاين في العالم والأزمة العالمية تحولنا من 7.23 أو هذا الآن 3.24 أو ماذا، وممكن غير تابع في السنة المقبلة، وهذا كيخلي أن الميزانية الكاهل ديال الميزانية الدار البيضاء كيزيد يدخل، وأن البرامج كتخرج جهة الدار البيضاء والاستثمار غتحول كذلك لأداء ديال القرض، وهذا هو اللي كيخلي أن المدينة مرهونة وما كنشوفوش في استثمارات كبيرة، لأن كنبقاو غير كنأديو فوائد القروض وكنخليو الاستثمار جانبا.